ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وهيكون معانا بقى الفقرة دي فقرة مختلفة. معانا الإعلامية نادين الشرقاوي. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الصحة والجمال. طبعا الفقرة بتاعتنا طبعا مختلفة جدا. هنتكلم بقى المرة دي عن اسكندرية، وطبعا ناس كتير جدا من الشعب المصري بتحب اسكندرية وبيحب يروحوها سواء في الصيف أو في الشتاء. اسكندرية العظمة والتاريخ والهدوء والحضارة، اسكندرية الساحرة قادرة تخطفك من الدنيا ومشاكلها ببحرها ودفء هواها. لما تيجي تتكلم عن اسكندرية وعظمتها لازم نتكلم عن بحرها طبعا، والسمك بأنواعه المختلفة بقى وأشكاله زي الجمبري والكابوريا بالظبط كده، والبلطي والبوري. فطبعا ناس كتير طبعا أكلت السمك بقى هي اللي بتحب الحاجات دي. بالإضافة كمان إن مش أي حد، يعني المكان اللي احنا هنقول عليه دلوقتي أو المنطقة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، يعني ناس كتير بتروح المكان ده وطول المنطقه دي، فما ينفعش اي زائر او اي اسكندراني ما يروحش المنطقه دي. المنطقه دي هي ايه؟ منطقه حلقه السمك. منطقه حلقه السمك دي فين؟ في الانفوشي، في بحري، في اسكندريه. والمنطقه دي هي اللي بتميز اسكندريه لانها بتعتبر جزء لا يتجزأ من تاريخ اسكندريه، وهي بتقع بالقرب من قلعه قايتباي على بعد دقائق من قصر راس التين، وهي بتعتبر واحدة من أعظم، وهي اللي بتميز منطقة بحري باسكندرية. وعلى الرغم من سابقتها حلقة قديمة بمنطقة المنشية، إلا إن حلقة الأنفوشي هي اللي مستمرة لغاية النهاردة، وبتبتدي حركة النشاط في السوق من الصباح الباكر حتى تستمر حركة البيع والشراء على مدار اليوم. وحركة البيع بتبقى زي مزاد، وبيبتدي القائم على المزاد بينادي على سعر محدد للكيلو لأنواع مختلفة من الأسماك. والمزاد بيبتدي من 4 الفجر ل 8 الصبح، وبيوجد في حلقة الأسماك جميع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية، بتختلف أسعارها باختلاف أنواعها وأشكالها، وبيفضل شراء السمك في الوقت الباكر من 6 ل 9 الصبح. تعالوا بينا نشوف التقرير مع زميلتنا ندى أحمد مراسلة برنامج طريق النجاح. ولا اخضر ولا يابس، بتاكل الغزل بتاعنا، بتاكل السمك اللي في الغزل، بتاكل سمك بيعوم في الميه، وممكن تاكل واحد وهو بيعوم في الميه، يعني في غطاسين بينزلوا في الميه بتاكل الزعانف بتاعتهم، فدي بتاثر على السد معانا. لان احنا الاول مثلا لو احنا سارحين بنجيبوا غزل مثلا ب 100 جنيه، دلوقتي عشان نسرحه نجيبوا غزل ب 1000 جنيه، ده غير الغزل اللي معانا زاده في المركب، وبنسرحه وبنرجعه من غيره. طيب حرفة الصيد بالنسبة لك حرفة ورثتها عن والدك وجدك؟ أيوة. ولا عشان طلعت ما لقيتش شغل غيرها؟ لا انا ورثها عن اهلي. تمام. انت ايه اكتر الاماكن المخصصة لصيد السمك وبتعرفها ازاي؟ بيبقى بالمواسم. بيبقى بالمواسم لان كل موسم بيبقى ليه شغل مختلف. موسم الشتاء وموسم الصيف، وبين الصيف والشتاء بيبقى برضو ايه في اماكن احنا بنشتغلوا فيها. طب ايه اكتر المشاكل اللي بتواجهك؟ المشاكل اللي بتواجهنا اللي ما فيش حد بيساعدنا، يعني الجمعيات ما حدش بيسال فينا. لما بيكون احد عنده مشكله وبيلجا للجمعيه ما حدش بيقف معانا. طب انت شايف ان حرفه الصيد في ظل التغيرات اللي بتحصل دلوقتي قادره ليه تعيشها كويس؟ هي الحمد لله وربنا ما بينساش حد، هي الحرفه كويسه بس متعبه اكتر. متعبه اكتر لان احنا في ساعات احنا بيبقى الجو مثلا يطلعنا يوم ما بنرضاش نطلع، لان هيبقى اليوم تكلفته اكتر من اللي انا هجيبه. بس طب كل سكان المنطقه دي بيشتغلوا في حرفه الصيد؟ كل اللي قاعدين دول بيشتغلوا في حرفه الصيد. سيد محمود حسن بالحقيقه شهرتي هنا العربي، العربي ابو العنز او العربي جبال. طيب كنت عايز اعرف من حضرتك ان حرفه الصيد حرفه ورثتها عن والدك وجدك ولا بالظبط كده؟ عن جدود جدود، عن جدود جدود. طب انا عايز اعرف حضرتك تكلمني عن الصعوبات اللي واجهتك من بدايه ما بدات حرفه الصعوبات اللي احنا اتخلقنا على وش الدنيا، لقينا اهالينا صيادين هنا في منطقه البحر الحلقه في الانفوشي الميناء الشرقيه، عرفتي جليم شاطبي، نطلب الفلوكه من هنا. كانت في اللي هي المجاري الصرف الصحي كانت بتفرج علينا، لان الصرف الصحي الميه بتبقى عامله زي كوبرت على السمك. السمك بيجي من الشام بيجي سفر هنا، في سمك بيهاجر وفي سمك بيقعد، اللي بيقعد ده بيولد ويستولي. اصبحت بيوته هنا عندنا، احنا بقى ايه بنلقطه منه اكلنا مش اكتر ولا اقل، عرفتي؟
في يوم وليله كده الصرف الصحي خربوها، ده اصبحت الميه صافيه. يبقى انا شايف السمكه زي ما انا شايفك كده. حابين نسلط الضوء على الصيادين باعتبارهم فئه مهمه من فئات المجتمع، وعلى قد ايه وجودهم مهم ومؤثر في حياتنا. يا رب يكون عجبكم تقرير طبعا زميلتي ندى احمد مراسله برنامج طريق النجاح. طبعا بقى الفقره الثالثه فقره طبعا متنوعه، طبعا احنا بنقبل الفتره اللي جايه على انتخابات برلمانيه، وطبعا عارفين ان ما ينفعش يكون مش موجود في القائمه الوطنيه ما يكونش موجود حزب الوفد، لان طبعا حزب الوفد يعتبر تاريخ كبير، حزب تاسس لازم يبقى موجود. بالظبط، حزب تاسس من عام 1918، يعني احنا بنتكلم ان الحزب ده ليه جذور تاريخيه قويه جدا، بالاضافه كمان ان هو بقاله 102 سنه كتير. بالظبط، سعد زغلول، مصطفى النحاس باشا، فؤاد سراج باشا، فطبعا حزب ليه تاريخ كبير وليه زعماء، فطبعا ما ينفعش حزب زي دوت ما يشاركش. طبعا احنا متابعين القائمة الوطنية، طبعا بتضم تقريبا 13 حزب، في حزب التجمع وحزب الإصلاح والتنمية وحزب مستقبل الوطن، طبعا هو اللي عمل التحالف دوت، بالإضافة كمان لحزب المؤتمر، وفي حزب الشعب الجمهوري طبعا. فإحنا حابين عايزين برضو يعني نسلط الضوء على نقطة القائمة الوطنية. في بقى يعني تطورات في حزب الوفد، مش عارفين هل حزب الوفد هيدخل الانتخابات البرلمانية، هيخوض الانتخابات ولا لا. في طبعا مشاكل كتير جدا، مش عارفين ايه اللي هيحصل الفترة الجاية، اجتماعات من يوم الخميس واجتماع يوم السبت، ناس تقول هندخل الانتخابات وناس تقول مش هندخل الانتخابات. فعايزين طبعا نعرف كل دوت، وطبعا هيشرفني طبعا في مداخلة تليفونية كمان شوية طبعا الأستاذ عصام الصباحي، هو عضو طبعا في الهيئة العليا بحزب الوفد. فتطورات كتير طبعا يا نادين، مش عارفين ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، وطبعا في كلام برضو بيقولوا ان هو يعني هيكون في سحب ثقة، وهيكون في انتخابات يعني رئاسية مبكرة على مقعد رئاسة حزب الوفد. طبعا المستشار بهاء ابو شقه يعني ابتدى فتره الرئاسه بتاعته عام 2018، فطبعا المفروض ينهي مدته 2022، فطبعا احنا لسه مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي ورايحه فين وجايه منين، لسه يعني الامور مش واضحه ومش عارفين الحزب هيرسى على ايه. طبعا حابين برضو نسلط الضوء على نقطه مهمه جدا، الدور حزب الوفد في مجلس الشيوخ. طبعا حزب الوفد يعني حصل على مقاعد ضئيله جدا في مجلس الشيوخ بالنسبه للمقاعد الفردي، يعني احنا بنتكلم في مقاعد فردي، حزب الوفد لم يحصل على اي مقعد، بالاضافه او مقارنه بحزب مستقبل وطن، وهو طبعا حزب لسه يعني على بدايه الساحه السياسيه. طب ايه سبب الضعف او ان هو يبقى يعني قليل؟ هي النقطة كلها ان بيتم تحالف، بتبقى قائمة وطنية من اجل مصر، طبعا بيتزعم هذه القائمة بيبقى طبعا حزب مستقبل الوطن، وطبعا بيعملوا زي اجتماع وتحالف، ده بياخد كذا وده بياخد كذا وده بياخد مقاعد كذا، فهي النقطة مش واضحة. يعني النقطة مش واضحة، طبعا بتاريخ حزب الوفد و102 سنة لازم هو اللي يكون ليه دور قوي ومؤثر، ان هو اللي يحط القائمة دي. دور كبير يعني كمان. بالظبط، يعني يعتبر هو اصلا يعني اقدم حزب، حزب ليه تاريخ وعريق وقيمه كبيره جدا. فطبعا كل ده احنا عايزين نعرفه، هل هيدخل القايمه مش هيدخل؟ طبعا جرايد كتير بتنفي وصحف كتير بتنفي، هل هيدخل مش هيدخل؟ منتظرين طبعا ان احنا نعرف كل دوت من المداخله التليفونيه اللي احنا منتظرينها دلوقتي من الاستاذ عصام الصباحي. احنا بس بنسال الاعداد، هل الاستاذ عصام يعني مش بيرد، مش بيرد في المداخله لسه، هنشوف الامور ماشيه ازاي. طب دلوقتي هناخد فاصل وهنرجع لحضراتكم مره تانية.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا احنا بنكلم الاستاذ عصام الصباحي ولكن تليفونه مغلق. معانا دلوقتي مداخله تليفونيه من الاستاذ محمد عبد الجواد فايد، وطبعا ده يعني عضو حزب الوفد، وطبعا ده يعني وفد اصيل ابا عن جد يعني، وطبعا هو بيقبل ومرشح على مقعد مجلس النواب. معانا استاذ محمد عبد الجواد فايد على المداخله التليفونيه دلوقتي. معانا مداخله تليفونيه من الاستاذ محمد. بنرحب بيك يا استاذ محمد. يا اهلا بيك يا استاذ محمود، مرحبا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك. دلوقتي يا استاذ محمد يعني احنا بنتابع طبعا حزب الوفد، وطبعا حزب الوفد فيه انقسام وفي تطورات كبيره جدا، مش عارفين هل فعلا هل هيقبل او هيدخل مجلس النواب، هيقبل على الانتخابات، هل يعني التحالف القائمة الوطنية هل هيقبل بالمقاعد اللي هم اتاحوه ليها بالظبط، اللي هو تقريبا اخر رقم وصلنا له كان تقريبا 21 مقعد. سيادتك شايف ايه؟ انا شايف ان الوفد بقياداته اهان حزب الوفد واهان كل الوفديين واهان الجمعية العمومية لحزب الوفد، لان طبعا عندما ان يقبل قيادات عندما تقبل قيادات الوفد بقيادات المقاعد من احزاب وليدة وان تكون خلف احزاب وليده فهذا اهانه لتاريخ مصر وتاريخ حزب الوفد اللي هو ميراث حقيقي لكل ابناء الشعب المصري، وان الوفد كان اقدر بيد قيادته وبابنائه ان هم يعملوا قائمه مستقله منفصله عن كل الاحزاب ولينتج من خلال قائمه مجلس نواب معبر عن امال والام الامه وما يكونش وصيف لاحزاب اخرى ليس لها اي تاريخ. طب شايف سيادتك يعني هل حزب الوفد، احنا دلوقتي بنتابع الصحف سواء جرايد كتير جدا وصحف كتير، ناس بتنفي وناس بتايد الدخول، حاسين ان في انشقاق. طب يعني لا هو ليس هناك انشقاق، هي القاعده العامه كلها في حزب الوفد بتؤيد الانسحاب، الا بعض القله اصحاب المصالح من اعضاء الهيئه العليا رافضوا الانسحاب، ودول قله وسنحاسبهم ان شاء الله الجمعيه العموميه القادمه في انتخابات الجمعيه العموميه في انتخابات رئاسه مبكره بالنسبه لرئاسه الحزب، وسيتم تغيير كل هذه القيادات باذن الله حتى نظهر بحزب الوفد. طيب احنا عارفين حضرتك ان في انتخابات على مقعد رئاسه حزب الوفد، الكلام ده صح فعلا ولا لا؟ هو الاستاذ بهاء شقه المحامي اعلن ذلك ان هو في انتخابات مبكره، ونتمنى ان هو تبقى في انتخابات مبكره ويجي واحد بدل بهاء شقه ياخذ الوفد الى الطريق الصحيح او المسار الصحيح. من وجهه نظر سيادتك يا استاذ محمد، ليه يعني رئيس حزب الوفد سياده المستشار بهاء الدين ابو شقه ليه اخفى المرشحين ولم يعلن عنهم حتى وقتنا هذا؟ بهاء ابو شقه رئيس الوفد، الاستاذ بهاء ابو شقه المحامي رئيس الوفد، خد صفر في المقاعد الفرديه في انتخابات الشيوخ بالظبط، وخد 6 مقاعد ما فيش بينهم وصي في مجلس الشيوخ ايضا في قائمه التحالف الوطنيه، وان احنا لما نقبل بالفتات من قبل احزاب وليده ده عيب كبير جدا على تاريخ حزب الوفد. احنا كنا نتمنى ان الوفد يخوض المسيره السياسيه، ولكن للاسف قيادات الوفد خدت الوفد ونزلت به الحديد، ولكن الوفد كما يقول التاريخ وكما يؤكد التاريخ انه لا يمرض ولا يموت، ولن يموت الوفد، وسيبقى الوفد باذن الله بابنائه وبشبابه وبرجاله المخلصين في كل قواعد مصر، وسيتم تغيير اعضاء الجمعيه اعضاء الهيئه العليا بالكامل، كل من تقاعس وكل من توارى خجلا من الاستاذ بهاء شقه المحامي واخد بالك اللي هم اداروا الضغط، ان شاء الله هيتم تغييرهم وهيتم تصويب المسار الصحي باذن الله لحزب الوفد. طب انا دلوقتي سيادتك احنا بنتابع طبعا برضو الكلام طبعا الاستاذ فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، دلوقتي يعني الواحد كان بيتابع الخميس والسبت كان في اجتماعات مستمره في حزب الوفد، وطبعا الوفديين اللي هم طبعا الجمعيه العموميه الخاصه بحزب الوفد اللي هي اصلا اتت بالهيئه العليا اعضاء الهيئه العليا. دلوقتي احنا عايزين نعرف هل دلوقتي حزب الوفد لو ما خدش انتخابات لا هيخوض انتخابات على المقاعد الفرديه ولا القايمه، يعني هيقعد 5 سنين مفيش نائب بيمثله في البرلمان بتاريخ حزب الوفد؟ احنا نخوض المعركه بشرف وعلينا ان نسعى وليس علينا ادراك النجاح، ولكن لما تسعى بشرف وبرجوله وبنزاهه ان الشارع المصري هيحترم اراده الوفد من اراده الوفد. احنا دي معركه، والمعركه دايما تنتهي بما منتصر او مهزوم،
والله ندعو ان يكون النصر حليف كل مرشح الفردي بالنسبه للوقت، ولكن هذه المعركه ليست مطلوبه، احنا بنقول ان احنا نخوض المعركه بشرف وبنزاهه حتى ان الشعب يثق فيه، والانتخابات مش مره، الانتخابات جايات ورايحات ومره عندي ومره عندك وكده يعني. مش بشكر سيادتك جدا استاذ محمد عبد الجواد، اشكرك شكرا جزيلا. وبكده طبعا يا نادين حلقتنا خلصت النهارده، استنونا في حلقه جديده من برنامج طريق النجاح.